تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، لماذا أدان الغرب حرب أوكرانيا وأيد حرب غزة؟ أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن والت بيقول إنه أزمة أوكرانيا كانت ممكن ما تحصلش لو إنه الغرب لم يتصرف بغطرسة وغرور مع روسيا. لو تصرف بواقعية كان ممكن من أول ضم القرم ما يحصلش، وبالتالي كنا هنتفادى أزمة 2014 ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ونتفادى حرب روسيا وأوكرانيا فيما بعد، والتي بموجبها ضمت روسيا شرق أوكرانيا إلى أراضيها، وبالتالي كنا ممكن نحمي أوكرانيا من أن تتاخد منها القرم أو تتخذ منها المنطقة الشرقية الدنباس وتنضم إلى روسيا، لو إن أمريكا اتصرفت بطريقة واقعية وعاقلة ومسؤولة. لكن اتصرفت بغطرسة كبيرة جدا مع روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. دبلوماسي روسي في واشنطن كلم وسائل الإعلام وقال إنه أمريكا اتصرفت معانا كأننا اتهزمنا في الحرب الباردة، وإحنا ما اتهزمناش ولا حاجة. الاتحاد السوفيتي تفكك من الداخل، وإحنا لم تطلق علينا رصاصة واحدة، وبالتالي رؤية أمريكا نحن تهزمنا ويجب أن نتصرف كمهزومين هو شيء غير مقبول. إذن رؤية بعض دوائر الفكر في أمريكا النقدية للسياسة الأمريكية إنه الغطرسة الأمريكية وسوء التقدير الأمريكي وعدم الواقعية الأمريكية ومحاولة كسر روسيا دي كانت أسباب أدت إلى ضم القرم فيما قبل ثم ضم الدنباس فيما بعد من الأراضي الأوكرانية إلى الأراضي الروسية. في هذا السياق البعض في الغرب بيذكر بأنه لما حصلت وحدة ألمانية وتم هدم سور برلين والسوفييت وافقوا على كده، ميخائيل جورباتشوف قعد مع جيمس بيكر وزير خارجية أمريكي، وقتها الأمريكان قالوا لن يتوسع حلف الناتو إطلاقا، وجيمس بيكر قال جملة شهيرة: لن نتوسع شبرا واحدا ولا شبر، هنتحركوا في شرق برلين أو شرق ألمانيا. وبالتالي حصل بعد كده نكث بالعهد من قبل الأمريكان وتوسع حلف الناتو. وبالتالي هذه الرؤية مجملها إنه التعامل مع الاتحاد السوفيتي باعتباره مهزوم، وإن يجب أن روسيا تتصرف كدولة مهزومة وشعب مهزوم، وإنه في درجة من عدم الواقعية في التعامل، وكمان الكذب بشأن عدم توسع حلف الناتو ثم توسعه إلى أكثر من 30 دولة الآن، كل ده أدى إلى الوضع اللي أصبحت فيه أوكرانيا من ضم القرم وضم شرق أوكرانيا. والغرب أدان سواء وقت القرم وأدان في الحرب الجديدة بين روسيا وأوكرانيا السلوك الروسي في غزو أوكرانيا. لكن الغرب اللي خد الموقف ده لما حصل ده عند الجانب الآخر إسرائيل مع غزة لم يتخذ هذا الموقف. رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم كان في زيارة إلى أستراليا وألقى محاضرة في الجامعة الأسترالية في العاصمة الأسترالية، وقال هذا الكلام. قال ليه الغرب وقف مع أوكرانيا في مواجهة روسيا وما وقفش مع فلسطين في مواجهة إسرائيل؟ ليه الغرب أدان هذه الحرب وأيد هذه الحرب، بل في هذه الحرب منع وقف إطلاق النار بكل السبل طوال شهور الحرب؟ وقال كمان رئيس وزراء ماليزيا إنه القضية مش 7 أكتوبر، القضية قبل كده بكتير، لأنه في مظالم ضخمة وقعت على الشعب الفلسطيني منذ حرب 1948 ومنذ احتلال إسرائيل لفلسطين وإعلان دولة إسرائيل. وبالتالي تاريخ الظلم وتاريخ البطش وتاريخ التهجير القسري هو من 48، فلا تنظروا إلى مشهد 7 أكتوبر وحده. ده كلام رئيس الحكومة الماليزية لما كان في أستراليا. وطبعا في أستراليا في رأي عام ثقافي ضد الحكومة الأسترالية عشان موقفها من هذه الحرب، حتى إن في 100 محامي أسترالي
عملوا دعوة قضائية لتحويل أستراليا للمحكمة الجنائية الدولية، وقدموا مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء أستراليا، لأن هو سمح بأن في أستراليين يروحوا يحاربوا مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولأنه إدى سلاح لإسرائيل وهو يعلم أن هناك إبادة جماعية، ولأن أيضا رئيس وزراء أستراليا قرر تجميد تمويل أستراليا لوكالة الأونروا، ما يؤدي إلى تدمير نمط الحياة في فلسطين. للأسباب الثلاثة، تجميد تحويل الأموال إلى الأونروا، وإرسال أستراليين للحرب مع إسرائيل، وإرسال سلاح شارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، رفع 100 محامي أسترالي دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء الأسترالي ورفعه قدام المحكمة الجنائية الدولية. إذن سؤال، لماذا الغرب هنا اتخذ موقف؟ ولماذا هنا اتخذ موقف؟ هو طبعا سؤال أخلاقي، إنما الإجابة واضحة. مش مهم الكيل بمكيال واحد أو مكيالين أو 3 مكاييل أو 1000 مكيال، المهم المصلحة الغربية دائما. يدور الغرب مع مصلحته أيا كانت، ويحاول بقى يكيف الجوانب الأخرى مع المصلحة الغربية وليس مع المبادئ أو القانون الدولي أو حقوق الإنسان حتى في أدنى مستوياتها. كلنا عارفين إنه الكيل بمكيالين وأكثر ده أدى إلى إن إسرائيل تتمادى في الحرب الآثمة على الشعب الفلسطيني 2023-2024، وشفنا عشرات الآلاف من الشهداء، عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، أعداد أخرى من المفقودين، الكل تقريبا بقوا من المهجرين، وشايفين إبادة جماعية وجرائم حرب كما قالت الأمم المتحدة ومحاكم دولية. إنما كل ده لا يجب أن يصيبنا باليأس. الشعب الفلسطيني في صموده رغم كل ما يعاني يعطي الأمل، وزي بنقول دائما إن ده احتلال، وكل احتلال إلى زوال مهما طال أمد الاحتلال. وموقف مصر كان وما يزال وسيظل مع إقامة دولة فلسطينية كما صرح الرئيس السيسي، وهذه الدولة تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة على حدود 4 يونيو 67، وتكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى.